مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم نورة محمد من شركة نيو ستارت للتسويق العقاري. النهاردة هنتكلم عن مشروع من اهم المشاريع في نيو كايرو، وهو سيتي هول. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. نحكي شوية مين هي شركة سيراك ومين الاونر. الاونر عندنا هو طارق سليمان. طارق سليمان ده رجل اعمال بقاله اكتر من 50 سنة، ليه شركة مجوهرات وليه شركة في الذهب. هو اصلا عنده كذا براند للذهب وللمجوهرات زي ريتشي وزي ماري. البراندات دي معروفة جدا، وهو اصلا لما نزل مصر هو قرر ان هو يدخل الاستثمار، او يدخل ان هو يبقى مستثمر في مصر عن طريق حاجتين. هو شايف ان الاستثمار في مصر بيتلخص عن طريق حاجتين، يا اما الذهب يا اما العقار. وهو خد يعني علينا السقف بتاعنا في الذهب عالي جدا، وقرر ان هو يروح للحاجه الثانيه اللي هي بتعرف تعمل استثمار كويس في مصر، وهي العقار. فقرر ان هو ياخد 5 قطع اراضي في مصر، يعمل عليهم مشاريع ويطور عليهم مشاريع كويسه جدا. من ضمنهم مشروع في الشروق، ده بيكون كوميرشال. مشروع في نيو كايرو كوميرشال. في قطعتين ارض في العاصمه الاداريه برضو هيكونوا كوميرشال، وليه ارض في الساحل الشمالي بس دي لسه ما نزلناش بيها. مش كل المشاريع طبعا نزلنا بيها، نزلنا ببعض المشاريع. المشروع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو بتاع نيو كايرو. من ضمن سمه اعماله كمان ان هو قبل كده، قبل ما ياخد الاراضي دي، عمل كمان في الساحل ستيلا ووك 1 وستيلا ووك 2. دول كانوا كوميرشال، وخد قطعه ارض في ستيلا ووك عملها ان هي تكون سيرفيس ابارتمنت. فطارق سليمان هو حد ذكي جدا، قدر ان هو ياخد قطع اراضي في مناطق مختلفه ويطورها تبقى كوميرشال وسيرفيس ابارتمنت، غير مجال الذهب اللي هو قدر ينجح فيه بشكل كويس. وغير كده كمان ان هو ليه حاجات في الكربة في مصر الجديدة، ليه عمارة في الكربة فيها ستاربكس ومجموعة الشايع. العمارة دي في شارع جانبي، بس قدر ان هو يجيب براندات محترمة، ودي برضو مكملة معاه في المشاريع بتاعته. دي كده نبذة سريعة عن مين طارق سليمان ومين سيراك وايه ثابت الاعمال بتاعة الشركة. بالنسبة لسيتي هول نيو كايرو، اللوكيشن بتاعنا مميز جدا. مميز جدا في ايه؟ اللوكيشن هو موجود في المستثمرين الشمالية. منطقة المستثمرين الشمالية دي يعتبر الشارع الموازي ليها على طول هو محمد نجيب. طيب اللوكيشن ده مميز في ايه؟ انت ليك اكسس ان انت تدخل لسيتي هول نيو كايرو من اي مكان. ليك ان انت تدخل من 90 الشمالي من عند ووتر واي 2، ليك ان انت تدخل من محمد نجيب من عند الجازي، ليك ان انت تدخل من المنطقة بتاعت المستثمرين. انت ليك اصلا اكسس من كل مكان. غير كده ان المنطقة دي اصلا ما فيهاش مولات كتير، فانت هتبقى الحد اللي لسه نازل في المنطقه دي، الاسعار لسه في البدايه. وغير كده ان انت بتخدم على منطقه المستثمرين الشماليه، والمنطقه دي يعتبر شويه فقيره من الخدمات، لان اقرب حاجه ليها هو كايرو فيستيفال على بعد ربع ساعه تقريبا او نص ساعه. فانت اقرب حاجه ليك في المنطقه دي ومنطقه ساكنه وعايشه بقالها فتره هو سيتي هول نيو كايرو. فده ميزه اللوكيشن بتاعك، ان انت موجود في منطقه فقيره شويه من الخدمات، وغير كده ان انت تعرف توصل للمشروع بكل سهوله. ده بالنسبه للوكيشن. بالنسبه بقى للمشروع بتاعنا، المشروع بتاعنا على 16000 متر. مساحه المشروع محترمه، وغير كده الواجهه بتاعه المشروع هي 300 متر. فانت الواجهه بتاعه المشروع متشافه من على المستثمرين ومن على محمد نجيب، فالواجهه بتاعتك برده كويس. كل مشروع او كل شركه بتخش المجال بتاع العقار او ان هي تعمل كوميرشال اريا او ان هي تعمل حاجه، لازم يبقى فيه شركات للنجاح. فهم جايبين شركات قويه جدا، من ضمنهم محمد حافظ، ده الاستشاري الهندسي اللي عامل الديزاين بتاع المشروع وهو الاستشاري بتاع المشروع. جايبين هاني سعد، وده اللي عامل التشطيبات الداخليه والخارجيه بتاعه المكاتب الاداريه والتشطيبات الخارجيه برضو بتاعه المشروع واللاندسكيب، وواخد جزء من الديزاين. جايبين كمان شركه الكونستراكشن، شركه فاليو. الشركه دي برضو شركه قويه جدا، هي اللي عامله الكونستراكشن بتاع المشروع. فهم ناس خدوا لوكيشن قوي، غير ثابت الاعمال بتاعت الشركه، غير الاستشاريين والمقاولين اللي هم جايبينهم، فالمشروع كويس جدا. ندخل شويه في الديزاين بتاع المشروع او التقسيمه بتاعه المشروع. احنا زي ما اتفقنا هو 16000 متر، 300 متر منهم واجهه. احنا عندنا المشروع ارضي ودورين. الارضي ودورين احنا واخدين رخصه خاصه ان المشروع كله يبقى دبل هايت. فدبل هايت ده بارتفاع 17 متر خلى المشروع
كله دبل هايت. فهو ارضي ودورين، بس يبان ان هو ارضي واربعه، لان عندك الكوميرشال ينفع ان هو يبقى دبل هايت، فتقدر ان انت تعمل دوبلكس في الكوميرشال تحت، لان الارتفاع بتاع السقف 17 متر. ونفس الكلام في الادمن برضو عاملين الارتفاع السقف 17 متر، ودي يعتبر رخصه خاصه ما حدش واخدها كتير في الاريا بتاعه التجمع الخامس. طبعا الخدمات مش هقول لكم، عندنا اسانسيرات وسلالم، الخدمات دي بتبقى موجوده في اي مكان. بس المميز زي ما اتفقنا اللوكيشن، اللوكيشن مميز جدا، تقدر ان انت تشتري حاجه بلوكيشن مميز، سواء بقى بتشتري كوميرشال او بتشتري ادمن، تعرف توصل له من كل الاتجاهات. ده كده يعني بريف سريع. طبعا لو عايزين تعرفوا تفاصيل عن المساحات والاسعار او البيمنت بلان، هتكلمونا على الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وهستنى كومنتاتكم وان انتوا تكلمونا على الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشة. أنا كنت معاكم نورة محمد من شركة نيو ستارت للتسويق العقاري.